اهلا وسهلا، معكم اليوم باكر كابتن فقط جيم نتورك. اليوم معكم فيديو جديد من اليوم راح نلعب فريق العرب الحلقة الثالثة معاكم. فاليوم بقول لكم الحش البايت اللي بلعبه اليوم. اول مباراة بتكون ضد الارسنال، البلوز تشيلسي، وعقب السيتي. فبصراحة ترتيب الدوري بصراحة غريب جدا. الحين شوفوا الترتيب، نحن الاول وعقب توتنهام وعقب الارسنال، دورتموند، بي اس جي، ريال مدريد سادس، تشيلسي سابع، ثامن اتلتيكو، تاسع يوفنتوس، وات، العاشر ليون، حادي عشر ليفربول، ثاني عشر فالنسيا، 13 مانشستر يونايتد، انتر 14، وعندنا برشلونة مركز 15، سيتي المركز 16، ونابولي 17، وعندنا ليبزيج 18، روما 19، وبايرن الاخير. واو، بايرن الاخير اللي مرشحين من قائمة افضل اربع لاعبين اللي هو في الدوري، رويس، صلاح، فيرولي، واخر شيء عمر السومة. فعمر السومة بصراحة يقدم مستوى جيد. ف اوكي، عندنا بعض ضد الارسنال بلعبها اكيد ضد بالتشكيلة الاساسية. فيلا ليتس جو. اوكي، دخلنا ارضية الملعب. فريق العرب لمركز سي ضد الارسنال من عرب ستاديوم. فالحين ملعب العرب ودخول لاعبين ارضية الملعب. اوكي، اكثر المتفائلين ما كان يتوقع هذه الانطلاقه ولا هذه الكيفيه. طموحات الجماهير اللي كانت تتمنى فقط المنطقه الدافئه تم تجاوزها الان. التركيز اليوم راح يكون على هذين اللاعبين، والجميع ينتظر منهما اداء كبيرا ومباراه في قمه المتعه. لاعبان كبيران ما في كلام، يملكان قدرات كبيره، يساعدان فرقهم بشكل جيد، يقدمان اضافه كبيره في الملعب. تافي، حكيم الزياش، محمد صلاح، تسديد صلاح يسجل الهدف الاول لمصلحة فريق العرب. الله عليك يا محمد صلاح، يسجل الهدف الاول ويحتفل محمد صلاح بهذا الهدف. محمد صلاح قصة مستمرة مع الافراح مع النجاح. الله عليك يا صلاح، في كل مرمى سجل الهدف الاول لمصلحة فريق العرب وفي كل مكان امام الارسنال. هدف اول في المباراة، تقدم نبيل بن طالب. مايكل، بينية الحلوة لصلاح، صلاح، صلاح، بينية زياد، مايكل الهدف الثاني من عمر السومة. يسجل عمر سلوم الهدف الثاني لمصلحة فريق العرب. الله عليك، هدف آخر في ظرف دقائق بسيطة جدا، تحرك بدون كرة، تمركز مناسب، استغلال مثالي للفرصة، والشباك تتحرك. فريق العرب، سعادة كبيرة على وجه المدرب اللي يشاهد الآن اللاعبين. انجليزي ممتاز، مباراة يمكن ان نقول بينية ملعوبة بشكل ممتاز. تسديد، الله عليك يا ياسين بونو، ركنية لمصلحة ارسنال بشكل خرافي جدا. بيلعب لك كرة الى منتصف سكرتيز، مكاسي الهدف الاول. يا مجنون يا مجنون، يلا هذه الاهداف تختار اصحابها. فرصة قد تشكل خطورة. وايكا عموي، هدف ثالث. الله عليك يا عموي،
عمو يسجل الهدف الثالث لمصلحة فريق العرب. الله عليك في الدقيقة 71 يحط الهدف فكان ابراهيم العمل عمو يسدد وحطه باليسار في الشباك. الله عليك يا عمو يسجل اول هدف له في هذا الدوري بريمير ليج. الله عليك الله عليك. حلو يا عمو حلو. قدم كل ما لديه. الان المدرب يقرر التغيير. حاله من الرضا عن اداءه ومستواه في مباراه اليوم وعن ما قدمه في ارضيه الملعب. سعود اوزيل فرصه كبيره الهدف المرتده ممكن تشكل خطوره. فتنتهي المباراة واعلن نهاية المباراة 3-1 بالنسبة لنا. وهذا يبرهن على مدى فاعلية الفريق في الخط الأمامي. كرة مباشرة وجميلة شاهدناها في مباراة اليوم. أول هدف ظهر بمستوى جيد في مباراة اليوم. محمد صلاح وعقب عمر السومة قدر أن يسجل هدف ساعد فريقه أيضا عمر عبد الرحمن. صراحة ثلاثة أهداف كانت ممتازة وإبراهيمي رجل مباراة معني يعني ما سجل له هدف لكن صنع هدف. عموري فأني خلينا ندرب اللاعبين يعني هم يعتبرون تقريبا يعني تقدرون تقولون إنهم مواهب الفريق العرب الفريق العربي. ف صراحة فحاليا يعني محمد صلاح يبغي يلعب هالمباراة اصلا يعني اتوقع يبغى يلعب دوري كامل في التشكيلة الاساسية. فعندنا اوكي يلا ندخل ليتس جو. اوكي دخلنا ارضية الملعب تشيلسي ضد تشيلسي فريق العرب. فهذه هي المباراة الثانية في الحلقة. اوكي وهذا الشيء بلا لكن كعادة وكا لكن عادة كبيرة لاعب ابراهيمي مصاب على قضية الملعب. الفريق راح يلعب بتشكيلة 4-3-3 شيء سيء الطريقة التقليدية واللي يعتمد فيها على الفريق من أن ما يصاب عرضية صفرة الحكام بتوقف اللعب بسبب وجود لاعب مصاب في الملعب. مصاب صح مصاب للأسف الشديد ابراهيمي ابراهيمي مصاب للأسف الشديد في لقطة مؤسفة جدا. ابراهيم انصاب في بداية المباراة. محرز اول تبديل لنا. الان نستعد لاسقاط الكرة لاستعادة اللعب مرة اخرى. بيخلص الخطوط. ما في مساحة ما في مجال لعب تحت الحصار. فوزي غلام يلعب لمحرز. محرز تسديد الهدف الاول 1-0 يسجل سلمان الفرد. اللاعب اللي صراحه كان تعبان بشكل مو طبيعي فيسجل سلمان الفرد الهدف الاول. يسجل هدف على منو؟ على تشيلسي. الله عليك يا سلمان الفرد. يسدد ويحط الهدف الاول لمصلحة فريق المدرب. الان سعادته كبيره بهذا الهدف بعد ما سجل واجد على الجناح نبيل بن طالب. مايكا هايكا تسديد الهدف الثاني 2-0 سلمان الفرج يحط الهدف الثاني مره ثانيه. الله عليك يا سلمان الفرج يسجل هدفين. اوكي سجل هدف ثاني صراحة الواحد يسجل مرتين ويقال اصلا واحد من الهاتريك. اوكي يلا اعادة الهدف من زاوية مختلفة ان شاء الله. هدفين مقابل لا شيء. حاليا دخلت لا فتنتهي المباراة الى نهاية مع الصفر. 2-0 ففزنا 2-0 هدفين
من اللاعب سلمان الفرج اللي حصل تقييم 9.1. فبصراحة اوكي خلينا زين ننهي الحلقة هني. خير مباراة فازوا اوكي. لا ابراهيم راح يغيب 3 شهور. صدمة صدمة. يا ديسمبر يا نوفمبر يا زعلنا. زين انه ما عندنا مباريات كبيرة يعني ديسمبر عندنا مباراة ضد دورتموند، مدريد، يوفي، نابولي، يونايتد، وليون، واخر شيء لايبزيغ. حاليا خلينا نشوف نحن في المركز الاول، يجينا بعدنا ارسنال، عقب ريال مدريد، برشلونه. برشلونه توب 15 كيف صعدوا رابع؟ اوكي عقب ليفربول. فبلعب بدون ابراهيمي اول مباراة ضد السيتي، فخلينا ندخل ان شاء الله نفوز في المباراة. فحاليا نحن هني، فان شاء الله نفوز. ليتس جو. اوكي دخلنا، اوكي دخل ارضية الملعب. مرحبا بكل متابعينا من محبي كرة القدم في كل مكان. تحية من محدثكم فارس عوض للتعليق على مباراة اليوم. اجواء حماسية، اجواء تؤشر وتبشر بمباراة مثيرة بين الفريقين. نحن نلعب نحن على موعد مع الإثارة في مباراة اليوم. الفريقين هما من بين افضل الفرق على الساحه الكرويه العالميه. فريق المستضيف اليوم يملك خط دفاع قوي ومتماسك جدا، يجعل الاقل استقبال الاهداف في هذا الموسم. قدم ضباط تكتيكي كبير في الملعب، يجعلهم يشكلون حائط ثغر البحث عن مساحه، البحث عن فرصه للتقدم. فرصه الهجوم مرتده، كره بتعدي، يواجه فيها المرمى. عمر سومة يحط الهدف الاول. 1-0 عمر سومة يسجل هدف اول، منافسة ستبدأ الآن بنقطة تحول في هذه اللحظات. الله هذه عادة للهدف من زاوية أخرى. وين يصدها إدرسن؟ الله عليك يا عمر سومة، الله عليك. كف عيب. هدف أول في المباراة. يلا تقد
كيف دي بروين تعادل ياتي يعدل مباراه البدايه مباراه بتنافس عالي تقارب في مستوى نتيجه تعبر عن الاداريه بالنسبه لهم بيني لصلاح حكم المباراة بيلغي الهدف راية وتسحلوا للتجديد فقط في خارج الملعب الأضعى تبديل كرة خطيرة تقدم في النتيجة يا صلاح تسلل محمد صلاح تسلل ثاني على محمد صلاح لازال التعادل إيجابي وخيم على المباراة بواقع 1-1 ونحن نقترب من النهاية جميل الكرة بعد تسلل شو اللي يصير؟ بالتالي الهدف يلغى لا ديب تضاف الى المباراة كايل ووكر فيرناندينيو كرة بتتخلص لا تمر هذه اللقطة لا صافي للنهاية حكم تنتهي المباراة بنتيجة 1-1 اوكي عادي بس يعني اهم شيء ان شاء الله يعني ما يكونون قابوا منه تعادل بعد الخسارة يعني صراحة تعادل غبي اوكي بعد مولد طور صار 73 ثلاث اهداف تسلل فإلى هنا وصلت المقطع اتمنى استمتعتوا لا تنسوا لايك سبسكرايب قوم تفعلوا شير كم عجبك سلامة I can make a wildfire get away.